Okay, how did I do first day on the track? It was good. You did good. I passed the McLaren. Great, yeah. شعولي تبي موزة ها؟ جايب كده بعدين جايب انت تستانس؟ هلا هلا اخوي هلا يا بعد اخوي حبيبي يلا 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 حبيب الله يا ابو ريشه يلا 3 2 امسك انت عمك ابو ريشه يلا 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 حبيب الله ايش تبي شعولي؟ طب انا شلونك؟ ابشر ابشر يا حبيبي ابو نواف مستحي هذا الكفر الله يعطيك العافية يا شيخ يبين وجهك هذا موترنا من حملة ماني معلمكم وين لين ما نوصل ان شاء الله طبعا الكفر ذا شاريه عشان التحبيلة ذي اللي ورا علشان ذي بس اصلا هناك ان شاء الله ركبه خم لحظة يجي يجي كذا ما لك سكة خلاص سكة سكة كويس كويس كذا رضخ رضخ ما في صدم الدنيا ذا والله يا طويل العمر شغلتنا هذه الشغلة لازم يكون واحد فيها مفتح عيونه وحذر ولا اروح في خرائطها زي العادة زي العادة زي كل مرة لا لا خبرك عتيق من اخوك اول هذا كول تحول الحين زادت الاسعار وارتفعت يا صباح الخير صباح النور يا قلبي خلنا ايش جايبنا هنا
اجل هوي ساكن عندنا بالرياض وارسل لي تبوك ما في شغل السالفه ذي والله بين لازم لازم نمشي وراها انا جاي متاكد 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 ساكن عندنا بالرياض تجي تبوك تسوي عرسك شلون والله مصيبه ذي قول شوف الفيلم يا مرحبا صبحكم الله بالخير راكم مع واحد طول حياته بتبوك وليد لشيء هذا شو اسوي فيه حواري اول مره اشوف والله اعرف بس البيت كافي دوام بس هذا احلى شيء يا حبيبي نعيم والله ان شاء الله عليك يا حبيبي مودني الحلاق وضعه ماشي بس نفسيته حلوه فما تهم الحلاق اهم شيء النفسيه اهم شيء الاخلاق اي والله